نوقف نطر عماركم في المحطة وعدال المحطة أشوف مطعم كبير يصير ناكلنا شيء. تو الناس طال المناظر هناك كيف ما شاء الله. حشرونا الشباب ودنا اوتلت ودنا الحمد لله حصلنا واحد قبل ان نوصل مكاننا بعشرين دقيقة. ما شاء الله ضخم الاوتلت هذا ما شاء الله وايد ضخم الاوتلت هذا كبير ما شاء الله. اتوقع الكل يقول نحن وين صح؟ خليكم شوي بعد خلاص يوم نوصل الفندق بخبركم نحن وين. السلام عليكم اسعد الله مساكم. طلع مو باوكي طلع مو العادي بس قال ما دام وقفنا بنشتري باقي على المكان اللي رايحين 20 كيلو تقريبا. نحن في بلاد اول مره نزورها انا عن نفسي اول مره ازورها ان شاء الله. خلينا نوصل الفندق بحاول اغطي لكم بعض الاماكن فيها. لا ما شاء الله غرفة واسعة وفنانة ما شاء الله الفيو عاد. السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في عاصمة كرواتيا زغرب. عن طال عمركم في كرواتيا الدولة اول مرة نزورها. جوها حار 30 عندهم الحين درجة الحرارة ولكن شكلها طابعها حلو يعني. زرناها سجلنا حضور زرنا 6 دول في الزيارة هاي فأغلبية الدول مايناها إلا النمسا نعينها فقط أما الباقي كلهن مايناها. خذنا دش وبنصلي إن شاء الله بنطلع. هذه المدينة كانت مدينة رومانية وأول ما أطلق عليها زغرب في 1004 كامي غزلافيا كانت من أهم مدنها زغرب هذه المدينة اللي احنا فيها ويوم راحوا يغزلافيا عنها فأصبحت عاصمة كرواتيا. ترى بعد سقوط يوغوسلافيا دول وايد طلعت الجبل الأسود البوسنة والهرسك صربيا كرواتيا مقدونيا. شباب نحن تحت في اللوبي شباب نحن في اللوبي شباب نحن في اللوبي النداء الأخير نحن في اللوبي. يوم تسافر مع الشواب لك الجنة لأنك وايد تصبر عليهم حتى يبى مني وحتى يبى مني وحتى تقنعه وحتى الله كريم. وين قال لك هاي المدينة القديمة؟ يعطيك أحسن مطعم صح؟ هذا أحسن مطعم؟ وينه؟ سايرين المدينة القديمة ندورنا مطعم يعني من الصبح ما كلنا شيء يعني لا باس الدولة جميلة يعني.
عملتهم ما يستعملوا اليورو، قليل يستعملوا اليورو، تقريبا اليورو ضرب 7.4 هاي البلاد. هذه المدينة القديمة طال عماركو بنتمشى فيها، كلها مطاعم وكوفيات بس بستاشو لازم نجربه هذا. مشهورة بالمخابز، كل مكان تحصل مخابز وخاصة فطيرة التفاح عندهم مشهورة ما شاء الله عليهم. فيها سياحة ما شاء الله في المدينة القديمة، ما شاء الله الشارع شو مطوله كل عالم تمشي. شكله الغداء بيروح وسب هالدرياته. أشوفك ماسك خصورك أنت، قلنا لك ركب التلفريك قال لا دري. المصور اخر الشارع وانت لي ابو حمود ماشي، يلا كله ماشي والله زين. ركبنا فوق شغلات حلوه ما شاء الله. ما شاء الله عقب ما ركبنا التلفريك، لا قصدي الدري، شغلات حلوه عندهم ما شاء الله. لا زينة ما شاء الله، مدينة حلوة. الحين 29 تقريبا، يمكن في الليل تبرد بس ما في رطوبة ما عندهم. بلد وايد كوفيات فيها ومطاعم ما شاء الله، كوفي فنان. دكتور تقول لي تبغى تمدد؟ والله حلوة. كم ممدد يعني؟ أسبوع تم خلاص. شارع نمشي فيه من الصبح ما خلصناه يا جماعة، شارع طويل ما شاء الله. العالم محتشرة في الساحة، عندهم احتفالات، عندهم ما شاء الله ما شاء الله.
مشهور هنا بالعسل يسمونه ميد ما شاء الله عسل وايد عندهم. اليوم واصلين متاخر ما مشينا وايد زعلانين على الاقل 10 كيلو بس. تقول دكتور يقول لك ما وصلنا بس 7 كيلو للحين لازم 10. الدنيا ترى معتفسة عندهم هنا عالم ما شاء الله. يا سلام مطعم فوق هذاك. هذه الكاتدرائية مبناية في القرن 11 ما شاء الله ضخمة تقريبا 350 متر طولها ارتفاعها. احلى شيء عندهم كل المعالم في لوحة واحدة. شوفوا كل المعالم وين تبي تصير تبع اللوحة هاي بس. هذا مجسم عن المدينة كاملة مرة تسوي مجسم كامل كل شيء مرة. هاي كذي صورناها نحن طال عمركم هنيها تونا مصورين هاي. ها احنا هني الحين هالمكان فال ما مرة. نحن قطينا البلوك هذا والبلوك هذا بس قطينا هناك يعني المدينة هناك ما رحنا بس هالبلوك وهذا. كم تعطيها البلاد؟ كلام 10 من 10 10 من 10 حلوة جميلة. الأكل عندهم ما شاء الله جميل أكلهم حلو ما شاء الله. كوفيات في كل مكان مطاعم في كل مكان. تعبنا اليوم مسكين تعب أو الناس يعني بعد الليل يعني. إلى نرقد قلبي يعانين نبي عشاء فنزلنا مرة ثانية. اليوم قال لي حرام ما ترقد يا ريال بنرقد من الصبح ناشرين من الصبح. قال لا والله ما ترقد شو برقد وتعال عشاء وتعال. وقال ما نروح نتحرك منو طلع قلت لي 1400 هم ولد عاش 68 سنة. ايوه ما شاء الله هدوء في الليل. شوف مع ان هال المترو شغال بس ما ادري متى يشتغل يعني. هذا الطريق للمكوفين يذوي الاحتياجات الخاصة يمشون يومي مربع يعرف انه ما يقدر يكمل يلف مربع يوقف. مسوين دليل باللغة العربية ولغات وايد ما شاء الله. المطعم اي دور؟ ون؟ ون قلبي ون يعني؟ يلا اللي تخبر عن الفندق مال زقرب اللي في كرواتيا. فندق جميل
اللوبي واسع، حجرة ما شاء الله كبار حجرهم. الفندق تقريبا 10 دقائق مشي عن المعمعة زي ما يقولون. استعدوا لتصوير الشاشة اللي بالفندق.